السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقعت واحد الجريمة في برشيد، والحقيقة ديال هاد الجريمة غادي نحكيوها لكم. اللي ما تنقدروش نوضو نخرجو، كل ما وقعت جريمة نكونو احنا السباقين، بعض القنوات نكونو احنا السباقين بس حتى نشروا اخبار باقي ما عندناش علم عليها وباقي ما متحقينش منها. لان السبب والهدف للقناه اللي بعض القنوات مثلي انا ومثل بزاف القنوات اللي عندهم مصداقيه هو كسب الثقه للمتتبعين والمشتركين ديالهم. الا جيت اي حدث وقع ونسرع بسرعه باش نحط العنوان ونحط وانا اصلا ما عارفاش شنو اللي وقع، هذا كيأثر على الصداقة والمحبة والثقة اللي بيني وبين أي حد دخل اشترك عندي، لأن ماشي سهل باش الإنسان يجي يدير اشتراك عندك وهو باقي ما وثقش فيك، ربما صدقك في واحد الحصة دازت عندك، ربما الثانية شك فيها، والثالثة بيعرف انك انت غير كداوي خاوي وغير كتجمع باش تكسب الناس وتكسب المشاهدات. غير عندنا بعض القنوات اللي هما تيمشيو بسرعة ينشروا اخبار وكتكون كاذبة، وانا بدوري ما كنبغيش نتسرع في هذا الشيء، لان تيكون الشخص اللي مات تيكون بريء ولا تيكون ما دايرش هذيك الحاجه، كان نخاف ناخذ التقليد ديالو على رقبتي، يعني ما كنشر حتى كنتاكد يعني تقريبا 99% من الموضوع. هاد جريمه القتل اللي وقعت في برشيد غادي نعاود القصه ديالها الاصليه كيف ما هي. واحد السيد كان خدام عنده محل ديال الحلاقه، ما عليه ما بيه اللي هو هاد السيد اللي قاتل. فجأة كتعرفوا الناس اللي كتبغي الخدمة كتدور وكتقلب، حتى واحد ما كتمشي تدق عليه الخدمة إلا القليل. جا هاد السيد ودق على هاد السيد، قال له بغيت نخدم، قال له تفضل دخل، يعني بكل حب بكل أريحية وبكل ثقة قبله ودخله وثق فيه وقال له دخل تفضل. يعني كان ما كتصيرش دايما إلا عند الناس اللي كتكون مكتبة لهم العشرة بيناتهم، ربي كيسهل يعني التواصل بيناتهم واللقاء. خود قال له تعلم، ومنين تعلم خود كرسي، داكشي اللي جاب لك داك الكرسي نقسمه انا وياك. طبعا السيد راه عنده المحل الاجار ديالو، عنده الماتيريال ديالو، عنده الاراد البرودكت ديالو، عنده كل شيء، لكن هذاك الشاب اللي جا بغى يخدم ما عنده حتى شي حاجه، يعني حتى الخبره ربما عنده قليلة، ولكن عطاه باش يخدم، ومنين يتعلم ويولي عنده يعني المدخول داكشي اللي خدم غادي يعطيه النص. مثلا 2000 يعطيه 1000 هو 1000، 4000 هذاك 2000 هذاك 2000، 5000 هذاك 2500 2500، حتى 20000 هذاك 10000 هذاك 10000. وطبعا مشاو على هاد الحال لغاية ما وصلوا ل 16 سنة. شنو اللي كانت كدور ما بين هاد المدة اللي جاهد السيد ول 16 سنة؟ الله هو اللي عالم. طبعا نتوما كتعرفوا الناس اللي كتكون معاشرة راه كدوز المالح وكدوز الحار، يقدر يشوف فيها اللي جاي يخدم اشياء شوية ماشي هذيك من صاحب المحل، يقدر صاحب المحل كيشوف شي حويج ماشي هذيك من السيد اللي كي المستخدم عنده. لكن العشرة كتبقى، لو ما كانش هاد العشرة فيها الصبر بين الطرفين ما كانش الدوم. طبعا واحد النهار السيد اللي جا كيطلب الخدمة وتعلم، اكيد 16 سنة راه مثلك خبرة ومثلك كليان ولات عنده حتى هو اراء ولا، لكن ما كيمتلكش المحل. والسيد اللي جابو خدمه ما درش واحد المجهود باش يمشي يسجله في الاماكن اللي هي قانونية. هذاك بقى على حاله خدام، والاخر بقى على حاله، والاخر بقى على حاله
ما داير معاه حتى شي ورقه، لا صايب ليه ورق ديال لاكي سوسيال، ولا سجلو، ولا عطاه صايب له لاميتيال ديالو، ولا اعترف بيه. هذاك خدام على باب الله، وهذاك تيتخلص، وهذاك مسامح، وهذاك مسامح. المهم كان الغلط ديال الطرفين، لان لو جلس معاه وقال له صايب لي وريقاتي، اكيد 100% غادي يكون غادي يصايب ليه الوريقات ديالو. او لكان الاخر قال له اجي نجلسو باش نشوفو شنو اللي كاين، ربما نزيدو نتقدمو لقدام نصايب لك وريقاتك، لان درتي في اجر كملو. كاينين بعض الناس كيبغيو يديروا الخير وكيهيئ ليهم نفسهم انهم ما دايرين الخير، كاين كيبقاو يتجملوا عند راسهم ما كيبغيوش يكملوا. الخير شنو هو؟ هو كضمن حق هذاك المستخدم اللي عندك الى الاخر، واخا خدم عام عامين ما كانش كيخدم مزيان، صافي شفتيه كيتمكن وكيدخل لك الفلوس، وكيعرف كيفاش يتعامل مع الكليان، وكيكسب الكليان المحل، ودار لك حتى هو بالدور ديالو واحد الحركة اللي جابت لك الكليان حتى لعندك، واحد التعامل اللي جاب الكليان عندك، واحد العمل متقون، واحد الخبرة اللي اكتسبها، كله بفضل الله وبالفضل ديالك انت. لكن حتى انت ما تنساش هذه، ولو انه يكون هو ما ناسيش وما قادرش يقول لك، او اللي يكون هو ناسي انت خصك تقول. كاينين بعض الناس اللي كي اول ما كيشدوا شي واحد كيخاف الله، تيقول لك لا تقدر ترى ليه شي حاجه، او عنده مسؤوليه، او عنده وليدات راه ندير ليه الوريقات ديالو. المهم ما عليناش، بقى السيد خدام على هذا الحال. ناض واحد النهار وهو يقول له السي فلان انا راه غادي نسحب وغادي ندير شي حاجه ديالي. انتما كتعرفوا في هاد الامور هذه ضروري كيكونوا الناس كيعلموا الناس اخرين، تيقول له الا خرجتي راه خصو يدير لك، خصو يعطيك، والا ما عطاكش وما حشمتي وما درتيش غادي تمشي ترفع عليه دعوه. هو دعوه راه ماشي حيت الا دعاك راه غيدخلك للحبس، راه دعوه غادي غيدعيك باش تراجع نفسك وتخلص ليه القانون ديالو. هذيك الساعه تكون واحد المحبه، واحد الموده بيناتكم، وكتقول له ما عنديش، ولا انا غادي ندفع لك شويه بشويه، ولا كتمشيو للمكتب وكتجلسوا بعضياتكم وكديروا واحد الحل وسط. اكيد في اي مشكله واي مجال ديال العمل واي حاجه ولو جه الارض، الا وعندها واحد البند كيكون مخبي للحل، يعني كنحلوا البنود كلها اللي كتكون واضحه، وتيكون بند او بند ونص او جوج تيكونوا من تحت لتحت اللي كنحلوا بهم مشكل، تيكون عويص. وهذا الشيء كيعرفوه الناس ديال القانون، يعني كيف ما نقولوا حنا كاين حيل، كاين حيل قانونيه اللي كنقدروا ما نخسروا بها لا داك اللي خدام ولا داك اللي ما خدمش، لكن في الاخير داك الحيله كتجيب المنفعه على السيد اللي خدام، وعلى السيد المستخدم، على السيد المالك وعلى السيد المستخدم. راه انسان غير يجلس ويتحاور ويهضر وما يخليش ثالث، هادو الثالث اللي كان بيناتهم هو الشيطان، الثالث اللي كان بيناتهم الشيطان. مجرد ما قال له انا غادي نخرج وغنسحب وغادي ندير، ما كانش في نيته انه راه غادي يمشي يرفع عليه دعوه. هو من حقه يرفع عليه دعوه باش يدير القانون ديالو، لانه غادي يفتح صالون، يفتح صالون باش يبدا يخدم فيه. ربما هو ما عطاش واحد الشهاده ديال الخبره، لان من حق صاحب المحل اللي خدم عنده شي واحد وقبله وما دارش ليه، ما عطاش، ما عنده الشهاده، ممكن يعطيه واحد الوثيقه ديال الخبره كيجليزيها ليه وكيعطيها ليه حتى كيمشي يزيد يقرا، كيقدمها وتيقرا على اساس انه هو راه عنده خبره كبيره. ومثلا المده ديال قراءه الحلقه تكون واحد السنتين او سنه، كتختصر ديك المده على حسب الخبره وتعطيو. هذا اللي كنعرف انا كاينه في البلاد عندنا وكاينه في بعض الدول. المهم الاخر غير قال لي رانا غادي نمشي، غادي نمشي في حالتي، وطارت به الدنيا للفوق ولتحت. خلاه حتى جا عنده وهز المقص وضربه بالمقص، بقى تيضرب فيه تيضرب فيه تيضرب فيه، ما هو لا كانت بيني وبينه يعني حركات ولا علاقات ولا شادة، لا. واحد منين يبدا يهضر، يهضر على اشياء نظيفة اللي بيناتهم هو انه حق تخاد ليه، ولا خرج بغى ياخد حقه ومشى التجأ للقانون، ولا خر مرضاش يمكن حزت على نفسه انه، لان ما غاديش يقدر يقول لشي حد، هو احنا كتخمين
يمكن حزت على نفسه ودرت فيه الخير 16 عام، لان هذا الكلام اللي كنقولوا حنا كاع المغاربه. وشوف انا درت فيه، حنا ملي كنوضوا كنعايروا شي حد مثلا درنا فيه الخير، تنقول له انا درت فيك الخير وفعلت لك، ما كنعرفوش بالله راه داك الخير درتو السطحي، اما الداخل ديال داك الخير، الاساس ديال داك الخير اللي غادي يرجع في الاخر مزيان واللي غيرجع بالمنفعه، راه انا ما كملتوش. الا بغيت مثلا انا نتحسر على شي حد درت فيه الخير، خصني ندير الخير كامل، باش حتى الا دار فيا شي واحد شي حاجه وبغيت نعاود نقول ليه وشوف انا درت معاك، عادي الانسان كيهضر، الانسان ما في عظم، وشوف انا شنو درت معاك، يقول لك هي هو اسمح لي، كتخليه حتى هو تيعترف. اما انا ما درتش معاه الخير كامل ونقول ليه واش انت شنو درتي ليا وانا درت فيك، يقول لك شنو درتي ليا، ايه دخلتيني، تيولي الحق عليك، دخلتيني وخسرتيني وما قلتيش ليا سير دير الدبلوم ودرتيش ليا وريقاتي، وهنا فين كتوقع المشكله وكيبقى داك الاصطدام ديال النفسي. واحد متيق راسو داير الخير والاخر متيق راسو انه راه ما خداش الخير كامل، راه مظلوم، راه سنين مظلوم، راه 16 سنه راه عمر، راه كون كان خدام في شي مصلحه اداريه او مصلحه عموميه اخرى بالوراق ديالو، راه كان قرب غياخد لا غوتخيت ديالو، راه ضمن حقه ديال التقاعد ديالو. يعني حنا ما نلوموش هذاك وما نلوموش هذاك، ونلومو هذاك ونلومو الاخر. علاش؟ لان هذاك حتى هو ما طلبش بحقه، الله اعلم يمكن طلب بحقه. ونلومو الاخر علاش؟ لانه ما فهمش راسو، نهار جا السيد قال له بغيت نمشي وقال له علاش غادي تمشي جلس معايا، فكر غير فان راه هو خلى ليه المحل وكسب فيه الكليان وعمر يديه من الناس، وما غادي يحل المحل الا غيكون ضرب يديه. ما عرفش بالله راه السيد يقدر يكون تسلف او لا كان شي يجمع دوك الفليسات، او تقدر تكون عنده 18 عام على 16 عام، غتكون عنده ديك 34 عام، راه غادي يكون السيد يعني خبى شي حاجه ديال الفلوس باش حل داك المحل، او مثلا تشارك مع شي حد فهمتي، او بغى يصيب وريقه ديالو، صار كبير 34 عام حتى 36 عام، راه الانسان الا بغى يبدا يخدم راه ما بقى ليه والو، لا غوتخيت ديالو واش غير غادي يخدم، خصو وريقه تيخدم. كان المفروض يمشي عنده حتى الاخر من يخطا، المفروض يمشي عنده ويقول ليه راه انا خصني نرفع واحد الدعوه باش انت يدي لي الوريقات ديالي، شنو غادي نديرو. راه ديما للحوار محبي، حبي الحوار، حبي ديما كيكون لصالح الطرفين، الحوار الحبي ديما تيكون الحل ديال بزاف ديال النزاعات اللي كيدخل فيها الشيطان وكتسالي بزاف ديال الحوايج اللي هي كارثيه. المهم منين ضربو ضربو مزيان وعرف راسو راه ضربو، تحاصر ما بين غادي يخرج وغادي يعرفوه الناس، وهذا لقى راسو والله اعلم. بعد مرات الناس ملي كترتكب شي جريمه كيجيها شاهد العقل مع فقدان العقل مع بعض، كيجيو مع بعض يعني، او اشنو درت انا، انا نفك هذا اللغز ديال شنو درت، نفك اللغز ديال القتل، انني نقتل راسي باش ما نتشدش، مش قطع البريز ديالها وشنق به راسه وفارق الحياه. ما فكرش بالله راه دار واحد الخصله، لا قتل روح وقتل راسه ولا دين لا دنيا. الانسان هو اللي لما يوقع في شي حاجه بينه وبين شخص اخر ما يتصرفش كانه كان استغلالي وباغي يمتلك الشخص الاخر وباغي يخدمه تحت منه وباغي، لا، وحتى الشخص الاخر الا افترض، انا كنظن ان السيد الاخر فكر بعقلانيه وقال انا نمشي نشتغل على راسي احسن ليا. يعني هاد المساله هادي غتخرجو مزيان، غادي يخرج يمشي يخدم على راسو صافي، الا مشى حتى شي واحد دعاك على الخدمه في مثلا في البلدان غير المغرب، كتبغي تخرج من الخدمه اجباري كتخصك تمشي تدعي هذاك الشخص. علاش؟ باش كتحفظ القوانين ديالك، وهو الا درتي لي شي حاجه اجباري ما كتكونش العداوه، اجباري كيمشي يدعيك، كتكونش العداوه بيناتهم، لا، كيكون داكشي قانوني يعني اجباري، كتقوم ديك العمليه ديال الدعوه، ماشي لا ندعي وانا غادي نمشي وندير ليه، لا 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 لا، الفوضى سخونيه الراس وسخونيه الدم عندنا حنا غير في المغرب، تتمشي كتدعي القانون هو اللي كياخذ لك الحقوق ديالك، فلس هو الاخر كيجبدو كيعطيلك. كيفاش هذا اللي يحس براسو انه مظلوم
مع انه الى جينا نشوفوا الحقيقه هو اللي ظالم هذا السيد. يعني استغلوا 16 سنه، 16 سنه راه عمر طويل، اش فيها الا مشى خدم على راسه؟ بالعكس انا ملي نخدم معايا الناس ويخدموا تكون عندهم خبره ويستافدوا يمشيو، والكليان اللي غادي يجي يمشي عنده يقدر واحد النهار يجي عندي، وماشي مشكل الكليان الا مشى عنده. كنحمد الله ونشكره اننا احنا عاوننا هاد الناس وداروا باش ياخذوا الطرف ديال الخبز. يعني انت كانت البدايه ديالك زوينه، منين جا عندك انت اللي اقترحتي عليا يدخلكم، قلتي له ما كنعرفش ولا ما نقدرش نخدمك، كنتي وقفتي هنا. لكن ربي ساقه لعندك باش تسبب ليه في العيش ديالو، لان الله اللي سخر ليه داك المكان. لكن انت يا بعقلك وبالطمع ديالك وهالطمع وهاد القتل وهاد الشيء كيصير غير على الفلوس، فكرتي بس مصلحتك علاش حيت استغليتيه. ولو حنا كنقولوا انه هو عنده غلط، انه عنده مثلا هو اللي منه الفلطه لان دار، يعني واحد النسبه ديال الخطا دار، لا ما عندوش خطا، لانه هو كان خدام ربما راه عليك ما قدرش يهضر معاه، ما قدرش يخسر لك خاطرك لما درتي فيه الخير. لكن في نفس الوقت يحس براسو محقور، هاد السيد خصو يزيد القدام، بغى يبني، بغى الحياه ديالو، بغى يتزوج، بغى يولد وليدات، بغى بغض النظر على الشخصيه ديال الشخص اللي هو صار فيه هاد الشيء. بغى يشري حتى هو طوموبيل، بغى يدير محل، بغى يحل محل اخر، يعني بغى يكون من راسو، بغى يرفع من الشان ديال راسو باش يوصل حتى هو واحد المرتبه اللي يمكن شافك انت وصلتيها وانت ما وصلتيهاش. ربما انت ما وصلتيهاش وبقيتي شاد عندك كتستغله باش كيخدم ليك وشاد لك الكليان وكيعرف كيفاش يخدم وكيعرف، وهو جالس يعني انت كتطلع وهو جالس لتحت. لا خصنا نخدمو كاملين ونديرو يدينا في يد بعض كاملين ونوصلو كاملين، باش حنا اللي كنعاودو نعطيو يد المساعده لناس اخرين، ماشي الا حيت هو مشى ودعاك وبغى يخرج من عندك مشيتي درتي ليه هذيك الحاله. لا يعني الموت ديالك طبعا راه حرام، لان قتلتي نفس بلا اي ذنب، لا لشيء الا انك انت درتي جريمه وبغيتي تخبي جريمتك ودرتي جريمه اخرى. يعني انت درتي جريمه ضد نفسك وجريمه ضد الغير، وهذا الشيء ما تيكونش مع الناس اللي كيدير 10 10 ديال 16 سنه. راه الاخوه راه الدم تما، والانسان خصو دائما يشوف بعين الاعتبار الا كان دار فيه واحد الشخص الخير، خصو يتكلم على داك الخير. الا شافو ما كملش راه ماشي عيب، دير ليا وريقات الله يرحم والديك وغادي ندير وغنتزوج وغنولد وليدات وغنضمن حقي وهاد الوليدات الا ولدتهم فين غيمشي، ولا بغيت انا واحد النهار نحل محلي كيفاش غادي ندير، خصني وريقات نبني عليهم الصح ديالي. وهاد السيد اللي غادي يدير هاد الخير يقول له ودي غادي تجي تخدم معايا، ولكن حاليا انا ما غاديش ندير لك الوراق، غادي تسمح في واحد عام ولا عامين لغايه ما تخدم مزيان وهذا وندير لك وريقاتك. انا كنت كنعرف شي ناس كانوا خدامين عند شي ناس اخرين، وشاءت الاقدار توفى داك السيد، ومنين توفى طلب من بوليكلينيك انهم يشغلوا ليه النبض الاصطناعي. قال لهم نعطيكم اللي بغيتو، شغلوا لي النبض الاصطناعي. وشغلوا ليه النبض الاصطناعي علاش؟ قال لهم ما بغيتش نضيع هذا السيد، انا تهاونت عليه ما صيبتليش الوريقات ديالو، ولكن دابا في هذه الفتره هذه خصو يبقى على وجه الارض كانه حي باش يطلعوا ليه الوراق ديالو، وطلع ليه الوراق ديالو على اساس انه جالس بوليكلينيك عنده وريقاته. منين توفى وفاته المنيه يعني خلاص خلصوا الوراق ديالو، شالوا له الجهاز النبض الاصطناعي، وتوفى الرجل وقال لهم، وتكلم مع مرته وتكلم مع امه وقال لهم راه هو متوفي، لكن ما ديروش ليا شي شوشره باش يعيشوا لك هذوك الدراري. الى حد الان الوليدات عايشين بداك الرزق اللي بقى ديال داك السيد من باهم. هذاك السيد عاونه جاب الله، منين السيد صار له اللي صار دخل المستشفى، قالوا له الباترون راه صار مع فلان وصار وصار، قال لهم خلوه هنا جاي، وقف عليه بيديه وصاحبه دكتور وقال له عاوني، قال له هاد السيد الا باقي حي راه غيتصيبوا له الوريقه ديالو، الا دخل تحت الارض راه ما يتصيبوش. قال له الحل، قال لي يبقى النبض ودفع الفلوس للبوليكلينيك وصيب ليه الوريقات ديالو. علاش هادي راه ما فيها، علاش ما نديروش هاد الحيل هادي ولو ان شويه كتكون ممنوعه قانونيا ولكن فيها اجر؟ بسبب هذاك السيد هذيك الحيله اللي دار
كبروا الاولاد، بقات مع امهم، وكبروا الوليدات وتزوجوا وصاروا الحين عندهم وليداتهم عايشين بداك الرزق ديال باهم. الانسان ديما يبدا يفكر لاخرته، شنو ندير اليوم الغداء اخرتك، ماشي شنو ندير اليوم باش نعيش غدا لبنتي. لا لا لا، الانسان الا تعاش اللي تعاش مزيان، والا تعامل اللي تعامل مزيان، ويعرف ان كل شيء لوجه الله كيدوم، لان غدا قدام الله ملي الانسان تيجي كيتفرق هادو خدموا لوجه الفلوس، وهادو اللي خدموا، انا طبعا كنبسط الكلام، وهادو خدموا، وهادو خدموا لوجه الله. الله سبحانه وتعالى تيقول لهم هادوك اللي خدموا لوجهي، انا غادي نشيل الستارة على وجهي، الحجاب، وغادي يشوفوني وكيتمتعوا بشوفة الله سبحانه وتعالى اللي ما فيهاش مثيل، هذاك الشوفة ديال وجه الله. علاش؟ حيت كانوا كيخدموا لوجه الله، درت الخير لوجه الله، اعطيت لوجه الله، درت هذا السبب ولو ماشي ليا انا، لوجه الله. وهاد القنوات اللي كيخرجوا كيبقاو يعاودوا وكيقولوا تيادوا، وما كيتبناوش واحد القضيه باش توصل مزيان، ويعاودوا واحد القصه. بس هاد القصص اللي كنعاودوا راه غير للعبره، كنشرحوا باش ما يتعاودوش، باش الناس ياخذوا فيها احتياط، باش ما يبقاوش يديروا بحال هاد الفضائح اللي داروا هاد الناس، وهاد ياخذوها العبره باش يعرفوا شنو واقع، ولكن يعرفوا بمصداقية، يعرفوا بحقيقة. ولو قلت لك 99%، علاش ديك 99%؟ لأن داك 1% اللي باقي يعني صارت أذهان، اللي صارت عليه الجريمة واللي افتعل الجريمة. أما باش نبدأ ونضخموا الموضوع ونجلبوا المشاهدات باش الناس تدخل عندنا وتشوف لا كيفاش تعامل معاه، وامتى كان شاد معاه، واش كان كيمارس عليه، من يلاه دخل وبغى يعرف القصة كلها. وانت أصلا اللي كتحكي القصة ما جبتيش حتى شي بحث، ما بحثتيش، ما تعبتيش، ما شفتيش، ما جبتيش الحقيقة باش تكون في الصورة. أولا باش ما تديرش الذنب ديال دوك الناس على رقبتك، ثانيا باش توصل واحد الحاجة صادقة باش يعرفوها الناس، باش يديروا الناس احتياط من عبرة ديال داك الحدث. مثلا شخص اخر جا بغى يخدم عنده، يقول له لا، انا يفكر يقول له انا شفت هذيك القضيه، يعني انا لازم ناخذ الحقوق ديالي. الا بغى ما بغاش يقول لا. غادي يقدر الناس في الدنيا راه فيها اللي كيبغي الخير وفيها اللي كيبغي الشر، واللي كيبغي الخير اكثر من اللي كيبغي الشر. كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي الحكايات اللي كتحكى، الواقع اللي كتصير وكتحكى عليها هذه الحكايات في القنوات ذات مصداقيه، وتتبعوها. القنوات اللي ما عندهاش مصداقيه ما تبقاوش تشوفوا فيها كاع ولا تفتحوها، وتشجعونا حنا كقنوات اللي كنعطوكم مصداقيه وكنبحثوا، ما كنبغوش نغمزربوا عليكم ونعطوكم. وديروا لنا لايك، اعجاب بزاف بزاف، انا راه حار مني من الاعجاب. وتشتركوا عندي، وكنطلب منكم بزاف 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 انكم تسمحوا لي الا ما قدرتش نوصل لكم شي حاجه انتم باغيينها بسرعه، او بس بغيتوها توصل، لاني انا كنحكم راسي باش نجيب لكم شي حاجه صادقه. كنتمنى تفهموني، تشتركوا عندي، وعلقوا إذا بغيتوا تعلقوا، وديروا لايك، ولكم الشكر الجزيل.